السلام عليكم متتبعي قناة أم عثمان زيدات، ونهاركم مبروك وصباحكم مبروك ورمضان مبارك للجميع. مرحبا بكم جديد في موديل ورشمة ديالو. وهاد المرة جبت لكم تل الألوان باش خدمت، والفولار اللي خديت عليه الألوان كيف ما كتشوفوا معايا. هذه هي رشمة ديالنا، خدمتها بهاد اللون كغامين، القصبي مغلوق شوية، قصبي ناقص عليه بواحد جوج درجات، والبلون كاسي. علاش خدمت بهاد الالوان؟ حيت هاد الالوان هما اللي كاينين في الفولار كيف ما كتشاهدوا معايا، هما اللي كاينين في الفولار اللي جات لي السيده، وعليهم علاش انايا خديت الالوان وخدمت. انا في الصراحه في الاول جاني هاد الماغو، هاد الماغو كراميل ومع هاد الالوان، جاني في شكل البيستاج بيج مع هاد اللون، وليني ملي تخدم وبان صراحه جا رائع. والله يعطي الصحه لمولاته اللي اختارت الالوان والاذواق. كيف ما كتشوفوا معايا، هذه هي الرشمه، وهذا هو الشكل ديالها، وهكذا باش تخدمات. ودابا غنوريكم الرشمه على الورق. كيف ما كتشوفوا معايا، هادو الكمين، وهادو الضوفات بجوج القدام، وهذا الكم، يعني جات جلابه عامره. هذه هي الرشمه ديالها على الورق، هي هذه. بالنسبه للاخوات اللي بغا ياخذوا رشمه، هذه هي رشمه على الورق، وهذا هو النموذج تاع اليوم، وهذا هو التطبيق ديال اليوم. وكنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم الموديل وعجبكم الشكل ما تنساوش تضغطوا على جيم والبارطاج مع جميع الاصدقاء والاخوات. صباحكم مبروك ورمضان مبارك سعيد، وانتظروني في موديل جديد ان شاء الله وفي تطبيق جديد باذن الله.